وهلا رح نروح لمحطتنا التاليه ورح نتحدث عن مدارس الاحد الارثوذكسيه اللي بتحافظ على تعليم المحبه واللقاء مع الاخر وتنشئه جيل مفيد لمجتمعه ولكنيسته. للحديث اكثر عن نشاط هي المدارس بصيرنا يكون معنا بصباحنا غير ناهد يوسف، مرشده بالتعليم الديني ضمن مدارس الاحد. يسعد صباحك ومسيحكم. صباح الخير، مسيح قام، حقا قام، كل عام وانتم بخير، فصح مجيد وقيامه مجيده مباركه. وشكرا لكم ولقناه الاخباريه السوريه على هاللقاء المميز بهالايام المميزه، شكرا كثير. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي وكل عام وانت بالف خير. بدايه ناهد، خبرينا اكثر عن مدارس الاحد الارثوذكسيه. مدارس الأحد الأرثوذكسية نشأت بالكنيسة المقدسة الأرثوذكسية من أجل إيصال كلمة الله وتعاليم السيد المسيح إلى كافة المراحل العمرية المختلفة من مرحلة الطفولة وحتى مرحلة الكبار سنا. أكيد. خلينا نحكي أكثر عن الأنشطة والفعاليات اللي بتحرصوا أنه هي تكون موجودة، وخصوصا مثل ما قلنا مع الأطفال وصولا للشبيبة. الأنشطة دائما نحن في عنا تعليم ديني مسيحي كل أسبوع، ونعمل للأطفال كتير أنشطة. هلأ بداية بنبدأ بالتعاليم الدينية اللي منركز فيها على قراءة الكتاب المقدس، الاطلاع على حياة وسير القديسين من أجل غرس القيم الروحية والأخلاقية بهذا الجيل الناشئ، وخصوصا في مرحلة الطفولة، لأنه مرحلة الطفولة هي المرحلة الأهم بمراحل العمرية المختلفة، لأنه بيكونوا بعدهم مثل تربة صالحة، أرض خصبة، شو ما زرعنا فيهم قيم روحية وأخلاقية وقيم إيجابية، قادرين أنه بس يكبروا يورجونا نتيجة هيدي القيم بأفعالهم وسلوكياتهم وتصرفاتهم. من الأنشطة اللي نحن دائما بنعملها، مثلا بناخذهم رحل على أديرة، على مناطق مختلفة، كمان بنعمل أنشطة هون بالكنيسة، مثلا بفترة عيد الميلاد بنعمل تزيين لشجرة عيد الميلاد، بنركب المغارة، وبفترة عيد الفصح وأسبوع الآلام منزين شموع الشعانين لتوزيعها على الأطفال، وكمان بفترة عيد الفصح منلون البيض لحتى يصلي عليه الأبونا بأحد القيامة ويبارك البيض ونوزعهم على الناس. يعني اليوم الأطفال لهم أولوية بهيك عيد، بيكونوا موجودين جايين مع أهليهم، لابسين ثياب جديدة، حاملين أغصان الزيتون وصعف النخيل، كل هي الأمور كتير مهمة، لكن في شيء ممكن جانب أهم أنه اليوم وجودهم داخل الكنيسة يشاركوا بالصلوات. مزبوط. الدور الأهم للكنيسة هو وجود الأطفال فيها، فنحن عنا دور كتير مميز أنه نشد الأطفال ليكونوا بالكنيسة. أحد القديسين بيقول دعوا الأطفال يأتون إلى الكنيسة حتى لو ناموا هناك، حتى لو أكلوا، فاليوم يأتون إلى الكنيسة وفضلوها عن اللعب، فأتوا إلى الكنيسة فاليوم يلعبون ويمرحون، وغدا يرنمون ويصلون، وبعد غد يخدمون، وبعدها يقودون الكنيسة. فهذا القديس ركز على المراحل العمرية المختلفة من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الشباب، فقال أنه أول شيء بيجوا بيلعبوا، بعدين ببلشوا يدخلوا بجو الكنيسة، فلازم الكنيسة هون تشعر الأطفال أنه فرحانة لوجودهم بالكنيسة من خلال هالأنشطة، هالفعاليات، هالصلوات يلي من قيمة بالكنيسة. أكيد. خلينا نحكي أكثر اليوم، مدارس الأحد هي جزء من، خليني أقول، كل ما تقوم به الكنيسة تجاه رعيتها، ويمكن لكم دور كبير بتوعية الشباب، توعية الأطفال، ودورهم خلال هاي السنوات الحرب، إن كان بالعمل التطوعي، إن كان بأعمال أخرى. قديه مهم التعليم الديني اليوم لحتى يطلع الفرد هو منتج وفاعل، ويعني يحقق دوره مو بس للكنيسة، يحقق دوره لمجتمعه ولمدينته بالنهاية. هلأ الكنيسة والمدارس الأحد الأرثوذكسية يلي هي عمل متمم لتعاليم الكنيسة، نحن منزرع القيم الروحية والقيم الأخلاقية بهالأطفال بهالشباب، ليصيروا بعدين أطفال وجيل شاب ناشئ قادر على تحمل المسؤولية لخدمة الكنيسة وخدمة المجتمع.
فبيكون هو مرآة بسلوكه وأعماله وتصرفاته لتعاليم السيد المسيح، والسيد المسيح حثنا على خدمة الكنيسة وعلى خدمة المجتمع ومساعدة أي إنسان وجميع الآخرين. والآخر في المفهوم المسيحي هو كل إنسان بغض النظر عن عرقه وعن انتمائه الديني. دوركم المهم المرشد بالتعليم الديني، كمان في دور كتير كبير للأهل لحتى يوجهوا أطفالهم اليوم لهي المدارس لحتى يتعلموا من الصغار. تماما، عمل العائلة هو عمل متمم لعمل الكنيسة. هي العائلة كنيسة صغيرة، فدور العائلة كتير كبير في أنه الأهل يحثوا أطفالهم على المجيء إلى الكنيسة. الطفل وقت أهله بيشجعوه أو بيجوا معه على الكنيسة كمان بيتشجع لأنه يجي على الكنيسة ويتابع هالصلوات، كمان يتابع التعليم الديني المسيحي، كمان من خلال أنه مجيء الأم بتجي هي على أخوية السيدات. نفس الوقت بيكون في مدارس أحد أرثوذكسية، فالاثنين بيستفيدوا من وجودهم بالكنيسة. يعني اليوم الحديث طبعا يطول عن دور المدارس، لأنه بنعرف طبعا بالبدء كانت الكلمة، الإنسان لولا الكلمة والتعلم لما وصل لأي شيء. أهم الدروس اللي يمكن يجب أن يتعلمها اليوم أبنائنا خلال فترة تواجدهم ضمن مدارس الأحد، منعلمهم دائما خدمة أخي الإنسان، منعلمهم القيم الروحية اللي هي المحبة اللي هي التواضع، ومنعلمهم كمان القيم الأخلاقية يلي بيقدر يكون فيها مواطن فعال وصالح في المجتمع. ومن هالقيم الأخلاقية اللي هي الصدق اللي هي الأمانة، مشان يكون مواطن قادر على خدمة مجتمعه ونفس الوقت على خدمة الكنيسة. مدارس اليوم كان لها مبادرات خلال كارثة الزلزال؟ تماماً، كان خبرينا. لها مبادرات بالتعاون مع اللجان الموجودة ضمن الكنيسة، وإلها دور كتير كبير بالمساعدة خليني قلك والجانب الروحاني أكثر. طيب قبل ما نختم حديثنا مع حضرتك اليوم، رسالة معايدة بتحبي توجهيها لكل السوريين بمناسبة عيد الفصح؟ رسالة بقول المسيح قام، حقا قام، نتمنى قيامة مجيدة وفصح مجيد ومبارك ومقدس على العالم أجمع، وأنه يعم الفرح والمحبة والسلام بكافة أرجاء العالم، وخصوصا ببلدنا الحبيبة سوريا، لأنه سوريا بيلبق لها الفرح. ومنقول سورية البلد الأمين تهللي، بين البلاد تفاخري وتكللي، مهد الحضارة والتآخي، فإنني أوقدت من نيران حبك مشعلي. المسيح قام، حقا قام، حقا قام. شكرا كثير لك ناهد يوسف، مرشدة في التعليم الديني مدارس الأحد الأرثوذكسية، يعطيك ألف عافية وفصح مجيد. شكرا لك ولوجودك معنا أكيد اليوم. نتشكركم كمان مرة ثانية على استضافتكم بالكنيسة، شكرا كثير لك. أهلا وسهلا، نعم، وأنتم بخير. وأنت بخير يا رب.